السلام عليكم ورحمة الله، معكم خميس الغافري وتحليل سؤالي الرايتنج للصف العاشر الأساسي للفصل الدراسي الثاني لمنهج سلطنة عمان. يأتي كذا مستطيل وهنا اسم معين لشخص أو لشيء معين، أول ما يقوم به الطالب هو التعريف بهذا الشيء. كما نلاحظ هنا، طبعا التعريف موجود هنا، ولكن بما أنه أيضا موجود هنا في هذه المعلومات فلا يحتاج الرجوع إلى هذا التعريف لأنه هنا موجود. إذا نبدأ بالتعريف بريتشارد برانسون. طبعا ريتشارد برانسون is an English businessman. طبعا ما نسوي واز لأنه ما زال يعيش، يعني دائما ينظر الطالب هل مذكور أنه توفى ولا لم يذكر. هنا نلاحظ بأنه لم يذكر، معنى ذلك ما زال على قيد الحياة، فنستخدم is وليس was. إذا ريتشارد برانسون is an English businessman. ثم ينتقل إلى معلومة أخرى تتعلق بميلاد هذا الشخص، المكان والزمان. هنا الزمن، السنة، وهنا المكان. He was born in 1950 in London. طبعا نضع إن قبل السنة وإن قبل المكان. ثم ينتقل الطالب إلى معلومة أخرى، قام بهذا الشيء في الماضي in 1971. إذا يمكن أن نبدأ بالزمن أو نجعل الزمن نهاية الجملة، كله صحيح. إذا نقرأ هنا in 1971 he opened the first record shop in Oxford. إذا هو قام بافتتاح أول محل صوتيات، يعني اللي يبيع أشرطة وسيديات ويبيع يعني آلات موسيقية. إذا هذا كان أول بزنس يقوم به، إنه هذا فتحه في هذا العام، هذا المحل عبارة عن محل للصوتيات in Oxford، في مدينة أكسفورد. طبعا ما مكتوبة إن، نحن دائما قبل الأماكن نكتب إن. طالب يكتب ان، هذه ليس هذه حروف الجر، لاحظ ان. ثم ينتقل الى معلومه اخرى، he has two children، لديه طفلين. طبعا ما نسوي had لانه ما زال لديه هذين الطفلين. طبعا ينتقل الى باراجراف جديده يذكر فيها معلومات اخرى. كما نلاحظ هنا يمكن ان نبدا بالسنه او نضع السنه نهايه الجملة كما نلاحظ. إذا يمكن أن نكتب in 1980 Richard Branson أو نضع الزمن نهاية الجملة، كله صحيح. إذا هنا أنا بدأت بالشخص هذا Richard Branson set up أو established أو opened، كلهن هذا يعني عشان يعرف الطالب إيش معنى set up. هنا مكتوب set up، set up معناها established أو opened. ماذا افتتح هذا الشخص؟ أتلانتيك إيرلاينز، ما شاء الله عليه، فتح يعني خطوط أتلانتيك. إذا ريتشارد برانسون سيت أب أور استابليشد أور أوبند، اختار طالب فعل من هذه الأفعال، أتلانتيك إيرلاينز إن 1980 في هذا العام. ماذا فعل أيضا؟ هذا أهم إنجازاته. أيضا ستارت سبيس فلايت كمباني، أيضا هذه الشركة الفضائية. أيضا هو إذا هنا نبدأ بالسنة، قلنا يمكن أن نضع السنة نهاية الجملة أو بداية الجملة. إذا in 24 he started the space flight company. إذا الفعل حوله في الماضي لأنه هو بدأ هذا المشروع في هذا العام في الماضي. إذا نلاحظ بأنه started في الماضي، opened في الماضي، أو established أيضا في الماضي، set up أيضا في الماضي، هي في المضارع والماضي نفس الشيء. إذا هذه الأشياء اللي سواها هنا بروفيت، هنا عن يعني الربح اللي ربحه في هذا العام. اذا هيز بروفيت واز، طبعا نستخدم واز لانها في هذا العام كان هذا الربح اللي حققه. اذا 5.1 بليون، اذا 5.1 مليار دولار. طبعا هنا رمز الدولار، احنا نكتب دولارز ونذكر العام. اذا يمكن ان نذكر العام بدايه الجمله هنا او نذكره نهايه الجمله هنا. إذا هذا طبعا واز، استخدم واز لأنه قلنا هذا الربح كان في هذا العام. In 20 أو in 2000 he was rewarded. إذا ممكن نكتب rewarded، تم تكريمه أو كرم، أو awarded نفس الشيء. دائما rewarded لشيء يعني هو شيء يعني خير يقام به فيتم تكريمه. ومذكور المكان at Buckingham Palace، إذا at Buckingham Palace. إذا نلاحظ بأن فقط نضيف بعض الأشياء لهذه الأشياء ونربطها مع الشخصية الموجودة، يعني شيء بسيط، ولكن الطالب لا ينسى حروف الجر ولا ينسى الضمائر، ضمير ذا الشخص
وبعض الأشياء الخفيفة الأفعال أحيانا يحولها إلى ماضي. إذن هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. ننتقل إلى writing to، كما نلاحظ هنا أيضا كتابة إيميل. دائما الطالب يقرأ situation: imagine that you are Ali or Alia, your friend has a problem، عنده مشكلة. إذا طالب يعني نصح. إيش هي المشكلة؟ organizing his study time، إذا ما عرف كيف يرتب يعني وقت المذاكرة أو الدراسة. And he needs your advice، ويحتاج نصيحتك. طبعا دائما نبدأ بهذا. مثلا الطالبة تقول هاي سميرة، هاي مثلا الطالب يقول هلو علي، أو هلو مثلا ناصر ولا دير، نفس الشيء. إذا ممكن نستخدم هاي أو هلو أو دير. ثم قلنا يحفظ الطالب هذا، يحفظ هذا كمقدمة، ويحفظ هذا أيضا، يحفظ هذا إذا كان يعني طالب نصيحة لمشكلة. إذا يحفظ الطالب هذه الأشياء مهمة. إذا نقرأ هنا ما هي التحية: How are you? I hope that you are doing well. Thank you for your nice email. إذا هذا مهم يبدأ به الطالب، لتكون يعني الإيميل يعني attractive، جميلة وfriendly، يعني شوية فيها نوع من الود. I'm writing to give you or to give you helpful advice. أنا أكتب لكي يعطيك يعني نصيحة أو نصائح مفيدة. For your problem، مشكلتك. That you shared in your email، والتي يعني ذكرتها في الإيميل. ثم يدخل الطالب في الموضوع أو البادي. Time is very important for us. دائما يعني يدخل في الموضوع بشكل يعني عام، يعني يكون الوقت يعني مهم جدا لنا. لذلك therefore it should be organized well، لذلك يجب أن يعني يتم تنظيم هذا الوقت يعني بشكل جيد. For example، على سبيل المثال: you should spend your time in doing your homework، يجب أن تقضي وقتك في إنجاز الواجبات المدرسية. reading and memorizing some new information، قراءة وحفظ بعض المعلومات الجديدة. إذا هذا باراجراف الأولية، أول باراجراف. ثم يضيف طالب باراجراف أخرى، نصيحة أخرى: in addition you could create a study timeline، يعني ينصح أنه يسوي له جدول يعني زمني للمذاكرة، هذا الدراسة المذاكرة. which will help you to spread out your revision، طبعا هذا بيخليه يعني يتقن في المذاكرة. write down the important topics، يعني سجل بعض يعني المواضيع المهمة. that you have already studied، التي يعني قمت بمذاكرتها أو دراستها at school، في المدرسة. in a study checklist، نلاحظ أن هنا أيضا ذكرنا تشيك ليست، تايم لاين، تشيك ليست، هذه الكلمات مطلوبة. هنا أيضا ممكن نقترح عليه شيء: هاف يو ثوت أباوت سيرشينج ذا ويب، يعني هل فكرت في البحث في الإنترنت؟ أي ثينك إت ويل بي أ جود أيديا إف يو جيف تايم فور جوجل سيرش تو باك أب أو سبورت يور ستادي. طبعا باك أب معناها سبورت، إذا ممكن نستخدم باك أب أور support your study، طبعا جوجل عشان ندعم يعني دراستنا، يعني نجيب معلومات إضافية حول اللي درسناه أو ندرسه في المدرسة. ننتقل إلى باراجراف أخرى: however، نعطي رأينا الشخصي. مثلا: your schedule must consist of homework tasks and revision exercises، يعني هذا القائمة يعني اللي عملتها يجب أن تحتوي على واجبات طبعا، و طبعا تاسكات او اكسرسايزز فور ريفيجن، للمذاكره. اذا هذا بالنسبه للنصائح، يعني نصائح بسيطه. نحاول كل حاجه نخليها في باراجراف. ثم ايضا يحفظ الطالب هذا، يختم بهذا ايضا، هذا مهم. I hope this will help. I look forward to hearing from you soon. If you require any more help, please keep touch with me. طبعا خاتمه جميله. ثم هذه take care or goodbye وهكذا. ثم يختم بالاسم الذي يكتبه، لا يكتب اسمه الحقيقي، ولكن الاسم المذكور هنا علي إذا كان طالب، أو عليا إذا كانت طالبة، لا يذكر الطالب اسمه الحقيقي. إذن ينظم الطالب هذه الأشياء بهذه الطريقة يعني بشكل جميل. هكذا ستبدو الإيميل، نلاحظ منظمة يعني بشكل جيد.
ليس الطالب الاندنت هذه. اذا هذا فيما يتعلق بكتابة الايميل، ممكن ان يعود للايميلات في الدروس الاخرى، يعني الصفوف الاخرى، هناك امثلة على الايميلات يعود لها الطالب لزيادة الفهم. في امان الله تعالى.